يمكن ظروف الكورونا دلوقتي معروفة ان الكورونا او فيروس كورونا ليه اعراض معينة، ممكن لو انا تعبت او حسيت باعراض مشابهة لاعراض الكورونا مفيش مشكلة ان انا ادخل على جوجل او الموقع الرسمي لمثلا وزارة الصحة او حاجة واعرف الاعراض اللي موجودة هل هي متشابهة مع اعراضي ولا لا. كده انا استخدمت الانترنت ومحرك البحث في حاجة مش هتضرني بس هتفيدني. لو لقيت انه ده شبه الاعراض اللي هي بتاعت الفيروس كورونا اتجه طبعا على الدكتور او اخد الاجراءات اللازمه، لكن مش ان انا اتعبان فاقوم داخل على جوجل واكتشف كده مرض ملوش وجود واروح اوهم نفسي واقول للناس كلها ان انا تعبان واخد الدواء الغلط، خصوصا بقى انه الادويه دي بتعمل تفاعلات في الجسم خطيره جدا ممكن تؤدي الى مواويل او مشوار طويل جدا من العلاج والمرض. القائمين كمان على محرك البحث دلوقتي لما بتبتدي تعمل سيرش لانهم لقوا المشكله دي تفاقمت والنسب بقت كتيره جدا على مستوى العالم، فحاطط اوبشن اللي هو الفيديو كول، ان انت ممكن من خلال بدل ما تدوري على ده هو يحولك على طبيب على مباشره طبيعي. من خلال الانترنت تقدري تتكلمي معاه وتدردشي معاه وربما كمان يحولك يعني احيانا الواحد ما بيبقاش عارف طب اروح لتخصص ايه، هو ده تبع مش عارف ايه ولا تبع، انت عارفه احنا عندنا بتبقى في حاجات احيانا الواحد مش عارف يروح لانهي تخصص. صح، بس احنا على طول بنروح لدكتور البطنه عشان هو اللي يوجهنا للدكتور التخصص الصحيح او السليم يعني. وفي نقطه كمان يعني انا ما بحبش مثلا واحد يروح للدكتور يقول لك انا جبت علاج الدكتور قال لي انت تعبان شويه او حاجه، لا اسال على تشخيصك. يعني المعلومه مش وحشه انما تاخد المعلومه كانها مؤكده من مصادر مش مؤكده وتتصرف بناء عليها وتبني عليها، ده في موضوع في منتهى الخطوره. وانا عايز اقول لك على حاجه كمان، يعني انت قلت على موضوع الفيديو كول مع الدكتور، ده مش كافي لانه لازم المريض لما يروح للدكتور زياره دكتور بيبقى ليه كشف خاص ان هو بيكشف على عينيه بيكشف على حنجرته، طبعا كلنا يعني تعرضنا لده ايه، لا بعيد عن الكورونا عن اي مرض اي تعب، دكتور بيقيس الضغط بيشوف العين بيشوف الحنجره بيشوف بيسالك على حاجات معينه لو انت بتعاني منها يبقى ده مرض معين، لو انت مش بتعاني ممكن يبقى ضعف عادي وهكذا، وبعد كده بناء عليه بيكتب لك الروشتة او الدواء المناسب. فحتى زياره الطبيب عن طريق الفيديو كول ان انا اشوفه عن بعد ده مش كافي، لازم الزياره تبقى واقعيه واشوفه وجها لوجه وهو يكشف عليا، ده الصح.